Welcome our dear students of grade 3 with lesson number 59. Today in lesson number 59 we will talk about the volume of liquids. The volume of liquids. يعني ايه؟ يعني ايه الاول liquids؟ يعني ايه؟ طب بصي كده، ها تعالي شوف. هنا عرفنا يعني ايه liquids؟ سائل يعني. بالظبط يا نوجة. طيب انا لو عندي اي حاجه solid هقدر اجيب الفاليوم بتاعها، هحسب الدايمنشنز بتاعتها length width height واعمل لهم multiply وهجيب الفاليوم. طيب الليكويدز يا نوجه، ها we measuring the capacity of liquids. اوكي طب يعني ايه capacity؟ capacity is the amount of liquids a container can hold. يعني شايفه هنا البوتل دي، تمام، او الكلاس بتاعتنا دي، بقول its capacity is 200 milliliter for example. يعني ايه؟ يعني the amount of water، يعني نقدر نحط فيها ووتر قد ايه؟ 200 مليمتر. تمام. طب ايه المليمتر ده بقى؟ هنا هيودينا لليونتس اوف كاباسيتي. انا عندي 2 units to measuring capacity، عندي لتر وده اليونت الجريتر، وعندي مليليتر وده اليونت السمولر. تمام؟ طيب مين الجريتر؟ الليتر. ومين السمولر؟ المليليتر. تمام اوكي. طيب what is the relation between milliliter and liter؟ قال لي يا نوجة ان 1 لتر equal 1000 مليليتر. طب احنا ممكن نحسبها بالكوباية وخلاص. كوباية ايه؟ كوباية دي. يا سلام. طيب والكوباية دي الكباسيتي بتاعتها قد ايه؟ شويه ماشي. يعني اقول له الكوبايه دي فيها شويه والكوبايه دي فيها شويتين؟ لا يا نوجه، احنا اتفقنا لازم يكون في عندي ستاندرد يونت. طيب عارفه، خلي بالك، افرض واحد جاب الووتر دي وحطها في كوبايه كبيره بقى غير بتاعتك، هيقول ايه؟ شويه صغنطتين؟ لا. يبقى لازم زي ما قلنا في الميجرنج لينس لازم يكون عندي ستاندرد يونت، هنا كمان لازم يكون عندي ستاندرد يونت. اي حد لو عنده اي ليكويد وعمل ميجرنج هيلاقي نفس الايه؟ ذا سيم اماونت ونفس اليونت. انت لو عملت ميجرنج هيكون مثلا 2 لتر وانا هجيبها 2 لتر وهو السين كمان هيقول 2 لتر. تمام؟ طيب تعالي بالمناسبه قول لنا 2 لترز equals what in milliliter؟ 2000. برافو 2000. طب لو قلنا 3000 مليليتر يبقى 3. يا سلام يا نوجه، فهمتها. from liter to milliliter we add 3 zeros طبعا on right. طب لو من المليليتر للليتر بشيل ال 3 zeros. تمام؟ يلا بينا نكمل السيشن بتاعتنا. يلا بينا معاكم يا اصدقائي ومع نوجة نكمل السيشن بتاعتنا النهارده lesson number 59، وهتكلم فيها على the volume of liquid. Choose the unit you would use to measure the capacity of each. تمام. هنا تمام عندنا، تمام، juice box of juice. طيب هنسأل نفسنا، large item ولا small item؟ دي حاجة large كبيرة ولا تمام. هيقول لي دي small يبقى على طول مليليتر. ممكن تبقى الكباسيتي about 200 250 300 500 مليليتر. يبقى المليليتر with the small amount with the small objects. تمام يلا بينا. The capacity of this of this bottle about ممكن اقول ليتر، ممكن تبقى excellent 1 ليتر. تمام يلا بينا. الملك، تمام ممكن يبقى about 1 ليتر لان بستخدم هنا عندي large amount او عندي huge object، حاجه كبيره شويه فهستخدم تمام الليتر. لا طبعا شايفين طبعا دي very small amount، لا طبعا لازم تكون ايه؟ مليليتر زي ما قلنا من شويه. تمام. اكيد مفيش حد فينا لو حب يشرب فنجان من، لا طبعا مش هتبقى ليتر، لا طبعا ده هيقعد ايه 3 ايام عشان يخلصوا، لا طبعا ملي ليتر. يبقى السمول اماونتس او السمول اوبجكت بستخدم معاها الملي ليتر، لكن اللارج او البيج او الهيوج اوبجكت بستخدم معاها تمام. طبعا لازم يكون ليتر. تمام يلا بينا. choose the better estimation for each، زي كل ما اتعودنا اي حاجه بيبقى فيها measuring لازم كمان نعمل فيها estimation، وتعودنا في الاستيميشن لازم يكون عندنا حاجتين. اول حاجه اعمل estimate to the unit، يا ترى الاوبجكت ده small ولا large. لو كان small هستخدم اليونتس مع بتاعه السمول اوبجكت، ولو كان لارج هستخدم اليونتس بتاعت لارج اوبجكت، وبعدين ادور على النمبر زي ما عملنا في ميجرنج لينس وعملنا في استيميشن اوف لينس. تمام بص كده هنا. طيب ده ايه سمول اور لارج اماونت؟ ممكن يبقى تمام، يبقى يعني شويه كده لارج، يبقى يبقى ممكن اختار ليتر. طيب 1 لتر ولا 1 ملي لتر؟ لا طبعا ده 1 ملي لتر، دي ايه دي دروب اوف ووتر، لا طبعا 1 لتر. تمام طيب بص كده. ادي التوميتو كاتشب تمام. طيب والباتل دي يا ترى هتبقى 300 لتر اور 300 ملي لتر؟ اي حد فينا لو جاب الكاتشب مش هتبقى الكاباسيتي اوف ذيس باتل بالليتر خالص، هيلاقيها ملي لتر. يبقى هنختار الملي لتر، يبقى 300 ملي لتر. طبعا هي السيتبل، هي النيرنج، هي الكلوزر، لكن طبعا 300 لتر مين هيجيب 300 لتر اوف كاتشب؟ تمام هنا تمام شايفين هنا. طيب يا ترى طبعا دي سمول اوبجكت سمول ايتم، يبقى على طول شغالين على الملي لتر. تمام 10 ملي لتر دي هتبقى ايه السيتبل يونت. تمام لكن طبعا 10 لتر اتس 2 مور طبعا. هنا شايفين هنا الدك هنا عايمه، اكيد مش هتعوم في 40 ملي لتر، اكيد هنستخدم الليتر لان ده تمام ده سويمنج بول وقع. طبعا يبقى 40 ملي لتر. طيب لسه من شويه، لا طبعا يعني مش تمام. هنا ممكن يقول لي يا مستر انت من شويه لسه قايل لنا ملي لتر، تمام. طيب ولا 2 لتر؟ بس لو استخدمنا 2 ملي لتر دي هتبقى يعني بالظبط ده 2 دروبس اوف ووتر، يعني نقطتين. لا ممكن هنا يكون عندي ايه بوكس كبير شويه ويبقى 2 لتر. تمام طيب هنا هنا الباتل دي اللي فيها الاويل، يا ترى لتر ولا ملي لتر؟ اكيد يعني مش فيري لارج اوبجكت يبقى ملي لتر، واكيد هذا السيتبل استيميشن هيبقى 500 ملي لتر. مين فينا هيروح يجيب 500 لتر اوف اويل؟ لا هي ذا سيتبل استيميشن از 500 ملي لتر. طيب يلا بينا. اتكلمنا على الليتر واتكلمنا على الملي لتر، وقلنا الليتر مع اللارج اوبجكت والملي لتر مع السمول اوبجكت، وقلنا ريليشن كده ان 1 لتر equals 1000 ملي لتر. يعني الحكايه كلها في ايه؟ في تمام هم 3 زيروز، هم اللي بعمل بيهم كونفرتنج من الليتر للملي لتر. يعني لو قال لي 3 لتر equals what in ملي لتر، يبقى على طول the same number اللي هو ال 3 and but 3 zeros. فين ال 3 zeros؟ اهم بتوع ال 1000، يبقى 3000 ملي لتر. فين؟ number 3 the third answer. يبقى to convert from liter to milliliter just put 3 zeros أو multiply by 1000 بما إننا خدنا ال multiply. يلا بينا 14 liters equals what in milliliter؟ تمام ادي ال 14 from liter to milliliter we put 3 zeros 14,000 milliliters. تمام the second answer. 10 liters convert 10 liters to milliliter. تمام 2 milliliter multiply by 1000 يعني add 3 zeros. وادي خلي بالك اوعى تتلخبط. في عندنا 10 دي بتاعتنا. طيب وفروم ليتر للملي ليتر يبقى ادي 3 zeros يبقى 10000. تمام ده first answer. ممكن حد فينا يقول تمام ادي ال 3 zeros او لا خلي بالك دي كانت 10 ما كانتش 1 يبقى 10000. ها A perfume bottle is measured by طبعا البرفيوم باتل دي طبعا يعني small object مش يعني تمام مش حاجة يعني بيجر قوي أو large. تمام يبقى مليليتر. تمام ها water in piscine is measured by لا طبعا مين اللي قال مليليتر؟ لا مليليتر ايه ده؟ بيسين ده بتاع النملة؟ لا طبعا water in piscine is measured by liter. تمام ويبقى دي كانت السيشن بتاعتنا النهارده ليسن نمبر 59 واللي اتكلمنا فيها على فاليوم اوف ليكويدز. ان شاء الله في ليسن نمبر 60 هنتكلم على ميجرنج كاباسيتي وهنتعرف على التول. زي اي حاجه نعمل لها ميجرنج لازم يكون عندي تول اللي هعمل بيها ميجرنج، فهنشوف التول اللي هنستخدمها تو ميجرنج كاباسيتي وهنتعلم هاو تو ميجر ذا كاباسيتي اوف ايه ليكويدز. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للسيشن دي علشان توصل لكل اصدقائنا، وتابعوا كل حلقاتنا ماس اوف جريد 3 ومستر هشام النجدي على قناتنا الجميله قناه الاسكوله او قناه الاسكوله كيدز. واللي لسه ما عملش سبسكرايب للقناه بتاعتنا بسرعه يعمل لها سبسكرايب علشان يوصلوا كل الفيديوهات بتاعتنا، واحنا كمان مستنيينكم في السيشن الجايه. باي باي.